رقابه يعني تكون موجوده تباوع المعاملات. ليش الموظف ما يدليك؟ يعني هسه احنا مثقفين وخريجين ومهندسين، ما يدليك والله. هسه انا كبير شاب اقدر اصعد وانزل، العكاز اللي ما يمشي الله شاهد ورقيب، لا يدلوا لا يخلي يعرف راسه بالرجل، يقعد لحد هسه يطلعون الساعه 12 يطلعون وما مسوي شيء. روح اصعد للطابق الثاني وصعدني للمدير، يقول المدير انا ما اعرف، انزل جوه. هاي انا دا اصعد وانزل، وهاي صار ست رواتب ما مستلمين. الله شاهد يعني ورقيب. ست اشهر هسه اصعد وياك واقول لك تعال شد، وهسه يقول لي روح للتقاعد هذيك عامه؟ اي، وبعدين يقول لي ارجع هنا على هالرنه. اي والله، يعني رقابه على كل موظف. موظف زين، ليش موظفين ماكو؟ موظفين اثنين ثلاثه، يسد الشباك يقول شباك الرحمه، يفتح الشباك شباك الرحمه هذا طوب واطلع. يعني لا يدلي لا يحكي، هسه كلنا نفتهم، قول انزل يم فلان هو يسويها. خلوا نظام، يعني مو صعبه والله العظيم، والله عيب علينا احنا عراقيين، عيب جدا والله. يعني حالات تكسر القلب والله، اعمى بعيني شفته ما يدلو، يقول لي قودني ابني، ما عندك احد يقول لي الي الله. زين ليش يا اخي؟ مو الله بعد ما يرحمنا والله العظيم. انا اسف يعني ومشكورين، بس سووا له حل يعني، مو بس تصوير رحمه رجاء. انا ما اسوي بس تصوير، انا هاي التقاعد الف رحمه على يدي، ان شاء الله اغيرها ان شاء الله. يبارك بجهودكم، ما طول بصوتكم. أيوة وصوت ناسكم انتم. أيوة مظلومين. اي أيوة والله ان شاء الله تتغير ان شاء الله. رحم الله والديك. ايش يصير جوا اخوي؟ تعال يمي. الوضع كلش تعبان جوا. هسه انا مثلا والدتي جبتها ذاك الشهر، سويت لها شهاده حياه، هسه هم يعني راتبها مقطوع، هاي صار شهرين، مال الاول ومال الثاني. فهسه هم قال لي جيب والدتك، قلت له زين انا مو جبتها ذاك الشهر. ما اعرف يعني شنو الاجراءات هاي، ما ادري شنو. جبتها ذاك الشهر ويقول لك هسه هم جيبها، وهسه هم قال لي جيبها. زين شو يريدون انتم جبتها؟ ما ادري، ما اعرف شنو اللي يردونه، ما ادري. اي بالله. التعامل جوا شلون؟ التعامل مو ذاك التعامل، تعبان. شلون؟ تعبان. الله اكبر.